بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع المحاضرة الخامسة، التراكيب الجيولوجية، ونأتي إلى التراكيب الثانوية. نتعرف فيها على الصدوع أو الفوالق التي تحدث في الطبقات الصخرية، وهي عبارة عن تشققات وتصدعات في الصخور تصحبها حركة وإزاحة هذه الصخور أو الطبقات الصخرية. إذا الإزاحات التي تحدث، التصدعات التي تحدث في الجبال وتعمل على شق هذه الجبال تسمى بالفوالق أو الصدوع. وهو أيضا تعرفه أيضا يمكن يكون هو كسر في صخور القشرة الأرضية مصحوب بحركات انزلاق للكتل المتآخمة من طبقات الصخور الموجودة على جانبيه، سواء في الاتجاه الرأسي أو في الاتجاه الأفقي. وقد تحرك هذه الطبقات في إحدى جوانب الفارق عشرات أو مئات الأمتار نسبة إلى الطبقة الصخرية المتواجدة على الجانب الآخر، وقد تكون هذه الحركات إما رأسية أو أفقية أو كليهما. إذن عبارة عن كسر في الطبقات القشرة الأرضية، إما من الرأسي أو أنه أفقي أو رأسي وأفقي في نفس الوقت. وقد يحدث هذا الفارق إلى عشرات الأمتار. جميع الهزات الأرضية التي تحدث في الكرة الأرضية أو معظمها هو ناتج عن حدوث تصدعات أو فوالق في القشرة الأرضية، ولكن على في الطبقات السفلى من القشرة الأرضية. بعد ذلك نتعرف على هذه الفوالق. وقد ظهر أن بعض هذه الفوالق تسبب في حركة الصخور أفقيا انزاحت بعدة كيلومترات، وأن هذه الفوالق قد تتكون من سطح مستوي قد تكون رأسية أو مائلة أو تنزلق عليها هذه الصخور. هذا شكل لفالق حصل مقطع البي بي الفالق، هذا الصخر هنا فحصل له إزاحة. هذه الرأسية هذه تسمى رمية رأسية، وهذا المسافة الأفقية تسمى الرمية الأفقية. هذه الكتلة انشقت عن هذه الكتلة، هذا الجدار العلوي وهذا الجدار السفلي، وهذه زاوية الميل وهذا الجدار الثابت. إذن هذه الطبقة الرئيسية وهذه الطبقة المشقة. إذن هذا انشقاق مائل أو انصداع مائل في حالة الفالق المائل، فإن الإزاحة الرأسية تعرف برمية الفالق الرأسية. هذه الرمية الرأسية وهذه الرمية الأفقية تعرف برمية، والإزاحة الأفقية تعرف برمية الفالق الأفقية، والتي بدورها تعتمد على زاوية الميل. هذه زاوية الميل الذي يصنعها الفالق مع المستوى الرأسي، وتسمى كتلة الصخور المنزلقة فوق مستوى الفالق الجدار المعلق. إذن هذا يسمى الجدار الثابت وهذا يسمى الجدار المعلق. أما تلك الصخور التي تقع تحت مستوى الفالق فتسمى الجدار الثابت كما في الشكل، هذا الشكل طبعا يوجد فيه رمية الفالق الرأسية، هذه رمية الرأسية وهذه رمية الفالق الأفقية، وهذه زاوية الميل. زاوية الميل تعرض هذا الصخر إلى تصدع أو إلى فالق. بعد ذلك نتعرف على كيفية التعرف على حدوث الصدوع في الطبقة. كيف نعرف أن هذه الطبقة حدث فيها صدوع طبيعية، حدث فيها صدوع طبيعية؟ أول شيء وجود إزاحات للطبقة، وجود إزاحات في هذه الطبقة يدل على وجود حدوث التصدعات أو حدوث الفوالق. تكرار أو اختفاء لبعض الطبقات، بعض الطبقات قد تختفي، طبقات القشرة الأرضية قد تختفي بمعنى أنه حصل انفصال لهذه الطبقات وأزيحت عن مكانها. الأهمية الاقتصادية للصدوع، طبعا هناك أهمية اقتصادية للصدوع أنها تعتبر محابس ومصائد للنفط. الصدوع تعمل عبارة عن تكون أحواض ضخمة جدا تتجمع فيها النفط، تسمى مصائد النفط. تكون بعض خزانات المياه الجوفية، أيضا تكون خزانات المياه الجوفية تعمل كمجرى للمحاليل المعدنية، تترسب فيها المحاليل المعدنية المختلفة. إذن الجانب هذا الأهمية تعتبر أهمية اقتصادية للفوالق. تصنيف هذه الصدوع التي تحصل كيف يتم تصنيفها؟ أولا الصدع العادي، هذا صدع عادي نتيجة لقوة الشد، والنوع الآخر الصدع المعكوس، والآخر الصدع الأفقي. ثلاث أنواع من هذا الصدع المعكوس، هذا الصدع المعكوس عكس اتجاه الحركة إلى أعلى، وهذا الصدع العادي وهذا الصدع الأفقي. ثلاث أنواع، سنتعرف على كل نوع منهما بشكل مستقل. نبدأ بالفالق العادي أو الصدع العادي نوربال فولت، أبسط أنواع الفوالق والأكثر شيوعا، وينتج عن قوة شد جانبية وفيه يميل سطح أو مستوى الفالق باتجاه الكتلة التي هبطت. إذن هذه الكتلة قبل التصدع
هذه الكتلة التي حصل فيها التصدع. إذا هذا الحائط المعلق الذي شق معلق، وهذا الحائط السفلي الأساسي، الأساس السفلي، وهذا شكل الانزلاق الذي حصل، هذا شكل السطح كيف تحول. إذا هذا الفالق يسمى فالق عادي، وهذا هو مستوى الفالق الفيفي. حصل هنا انزلاق للطبقات، فتداخلت الطبقات، اختلفت الطبقات نتيجة لهذه رمية الفالق الرأسية، هذه الرمية الرأسية، وهذه الرمية الأفقية، هذا الجدار الثابت وهذا الجدار المعلق، هذا الذي انزاح، هذا الثابت. طبعا هذه الطبقة فحمية. إذا هذا هو الفالق العادي، ينتج من قوى شد جانبية يتبع. إذن هذا الفالق ينتج من قوى شد، هنا قوى شد تشد هذه الطبقات، فيحصل انفصال للطبقتين عن بعضهما البعض. الجدار المعلق إلى أسفل نسبة إلى الجدار الثابت، يتميز الفارق بأنه يميل باتجاه رمية الفارق إلى الأسفل، وتعتمد الإزاحة الأفقية على مقدار زاوية الميل، فكلما كانت الإزاحة الأفقية صغيرة كانت زاوية الميل صغيرة. وهذا الشكل طبعا سبق وشرحناه، يبين الفارق العادي وعلاقته بزاوية الميل. بعد ذلك نتعرف على الصدوع المركبة. الصدوع المركبة، احنا الآن في الصدوع، الصدوع الأول، النوع الأول الصدع العادي والفارق العادي، وهنا الصدوع المركبة. طبعا مجموعة من الصدوع عادية تنشأ في منطقة ما، تتكون من جزء مركبة، إما المدرجة على شكل مدرج، على شكل مدرج، وهي مجموعة صدوع متوازية ومتدرجة، تكون رميتها في اتجاه واحد، هذه الرمية في اتجاه واحد، ثلاث هذه الرمية في اتجاه واحد في نفس الاتجاه، رمية في نفس الاتجاه، هذه الرمية الأفقية وهذه الرمية الرأسية، رمية رأسية، رمية أفقية، وهكذا. هذه مدرج على شكل مدرج، تمام، ورميتها في اتجاه واحد. والسطوع الصدوع البارزة هي مجموعتين من الصدوع المتوازية، وتكون رميات إحدى المجموعتين في اتجاه والمجموعة الأخرى في الاتجاه الآخر. إذا هذه مركبة، هذا على شكل سلم من هنا وهذا السلم من الاتجاه الآخر، هذه الصدوع البارزة تكون مجموعة من الطبقات. هذه الصدوع أيضا تسمى الصدوع الحوضية، تكونت على شكل حوض في المنتصف، كأنه سلم معكوس، حصل له هبوط نتيجة لقوة الشد، حصل شد في هذه الأجزاء، في الأجزاء الطرفية، فحصل هبوط داخلها. هي مجموعتين من الصدوع المتوازية، وتكون رميتها في اتجاه واحد، مما يؤدي إلى هبوط الكتلة الوسط في الطبقة. هذه صدوع حوضية، وهذه صدوع عكسها، صدوع بارزة عكس الصدوع الحوضية، يحصل فيها في الجوانب إزاحة، بينما هي تحدث في المنتصف مقعرة. إذن الصدوع الفالق والصدع المعكوس، إذن تعرفنا على الصدع العالي بمكوناته، والآن اثنين، الصدع أو الفالق المعكوس. المعكوس ينتج هذا الفالق بواسطة قوة ضغط جانبية. إذن الفالق العادي ينتج نتيجة لقوة شد، بينما الفالق المعكوس عكس، ينتج نتيجة لوجود قوة ضغط على طبقات الصخر، مما يؤدي إلى تحرك الطبقة إلى أعلى، يؤدي إلى تحرك الطبقة إلى أعلى، فيبقى الجدار الثابت إلى أسفل. طبعا سبب هذا الفرق أعماق مختلفة، وجود طبقات قديمة قد تقع فوق الأحداث منها كما يحدث بالشكل 23. هذه الطبقة، هذه طبقة الإزاحة، هذا الجدار الثابت، هذه أزيحت إلى أعلى، أزيحت إلى أعلى، هذا كان هنا متجانس مع هذا، وهذا متجانس مع هذا، وهذا متجانس مع هذا، حصلت الإزاحة فتحول بهذا الشكل. إذن هذا الجدار المعلق وهذا الجدار الثابت. إذن الإزاحة حصلت إلى أعلى نتيجة للضغط، نتيجة للضغط من هنا ومن هنا، أدى إلى انفصال إلى أعلى هذا الفالق المعكوس رقم 2. يمكن هنا جدول مقارنة بين الفارق العادي ولا بين الصدع العادي والفارق العادي والصدع المعكوس والفارق المعكوس. أوجه المقارنة اتجاه حركة الكتلة الصخرية. في الصدع العادي تتحرك الكتلة الصخرية إلى أسفل بالنسبة للكتلة الأساسية، إذا تبقى الكتلة الأساسية إلى أعلى والفارق ينزل إلى أسفل، الكتلة الثانوية المزاحة التي حدث لها الضوء تتجه إلى أسفل، بينما هنا تبقى المعلق إلى أسفل وتتجه الحائط إلى أعلى، يتجه المعكوس إلى أعلى، تتجه القطعة
المنكسرة، بينما هنا إلى أسفل في الصدع العادي. ثلاثة، السبب في الحركة، هنا الفارق العادي بسبب قوى الشد، وهذا بسبب قوى الضغط. إذن المعكوس بسبب قوى الضغط. اتجاه ميل سطح الصدع، يميل سطح الصدع نحو الكتلة التي هبطت من الصخر، بينما هنا يميل سطح الصدع في عكس اتجاه الكتلة التي هبطت من الصخر. التأثير على مساحة القشرة الأرضية، تمدد محلي في القشرة الأرضية، إذا يحصل القشرة الأرضية إيش؟ تمدد ولو أنه بسيط، بينما هنا يحصل ضيق محلي في القشرة الأرضية. هذه المقارنة بين الفوارق المختلفة، الاثنين من الفوارق الأولى المعكوس والعادي. نتعرف على الفارق الثالث، الفارق رقم ثلاثة، عندما تتحرك أو الأفقي، الفارق الأفقي، عندما تتحرك الطبقات الصخرية على جانبي الفارق حركة أفقية جانبية نسبية إلى الطبقات الأخرى، أي عندما تكون هذه الزبعة الأفقية موازية إلى مستوى الفارق فتعرف بالفارق الأفقي. إذن هذه الإزاحة أفقية يحسب بالجانب الأفقي، إذن على مستوى جانبي الفارق فتحسب بالإزاحة الأفقية. هكذا حصلت الإزاحة بهذا السهم، إذن بهذا الاتجاه حصلت الإزاحة وليس بالاتجاه الراسي، بالاتجاه الأفقي. هكذا هذا السهم اتجاه إلى هنا وهذا السهم اتجاه إلى هنا. هذه الـ A B C C D E، الـ C كانت هنا قابل لهذه ولكن الإزاحة نقلتها إلى هنا نتيجة للإيش؟ للحركة. لأن هذه الـ C كانت مع هذه الـ C والـ D كانت مسحوبة والـ A كانت لها قوة أخرى. إذن هذه الإزاحة إزاحة أفقية وفقا لاتجاه هذين السهمين. إذن هذا الفارق يسمى بالفارق الأفقي. وبذلك نكون انتهينا من المحاضرة الخامسة، وفقكم الله وكان في عونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.